السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم فيديو جديد. ويجو نشوف النهاردة ده ماتش كده افتراضي. طبعا في ماتش النهاردة لسيتي وبرونموس، فبنلعب ماتش افتراضي كده مع FC 24، يعني توقعا للنتيجة اللي ممكن تحصل. ونبدأ كده الفيديو ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، شافي عنا يوم القيامة بإذن الله. وما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين ولأهلنا، ربنا ينصرهم ويقويهم، وإن نصر الله لقريب إن شاء الله. طبعا اللعبة دلوقتي أنا لسه منزلها، لسه في تعديلات في اللعبة أو انتقالات ما اتعملتش، محتاجة تتحدث. احنا طبعا هنلعب بالسيتي مش برونموس. معانا في الخط الامامي هالاند وجريليتش وفودن، والنص خط النص كيفن دي بروين ورودري وبرونو ورا حارس المرمى إيدرسون، الباك اليمين وولكر، الباك الشمال حاطين جافاردو، ومعانا ستونز ودياز قلب دفاع. طبعا ده كلفنا طبعا للملعب والتيفو بتاع كيفن دي بروين. طبعا بنلعب في ملعب الاتحاد، انا هسيبكم بقى تستمتعوا شوية بالماتش وتقولوا رأيكم. والصورة يعني لو في أي تعليق على الصورة أو الصوت بالنسبة لصوت صوتي أنا. وبعد كده عاوزين إن احنا نعمل الماتشات الافتراضية ديت، المتوقع عن الماتشات اللي بتحصل، هل نعملها بعد كده ولا فكرة مش حلوة. ولو في أي تعليق بالنسبة لأي حاجة ممكن تكتبولي في الكومنتات، واي حد ان شاء الله يوصل معاه ان شاء الله يسمع الفيديو، اتمنى ان هو يعمل لايك واشتراك ويدينا كومنت ايجابي، وشكرا ليكم. برناردو سيلفا، إلى كايل ووكر، والآن مع هالاند، تدخل ممتاز لقطع الكرة، توقعات كبيرة لمستوى دي بروين في هذه المباراة بناء على قدراته وإمكانياته. القدرة على تسجيل وضع الكرة في ضربة جزاء لمانشستر سيتي. أوهو، في هذه اللقطة نقطة تحول في المباراة مشاهدينا. ركلة جزاء لكسر التعادل السلبي. أوهو، حارس المرمى في اتجاه فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب، هدف من برناردو سيلفا، وضع الكرة في المرمى، حرك الشباك، حرك القلوب، أشعل المدرجات، أشعل الأجواء. الله على هذه اللحظة. شوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري. لم يكن هناك أي شك في هذه اللحظة، موقف الواحد ضد واحد، وطبيعي تكون الأفضلية لتسجيل الهدف هنا، وبلا شك في مهارة في وضع الكرة داخل الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر.
يتوغل هالاند بالكرة، قد نشاهد خطورة مقبلة. تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس. إذن ماركو سينسي، كلايفورد، تمريرة خاطئة هنا بدون عنوان والكرة بتضيع. الكرة أصبحت خطيرة، يا الله إطار المرمى يمنع الهدف هنا. تسديدة قوية جدا، كانت من انفراد صريح. أي سوء حظ هنا في ضياع هذه الفرصة. ماركو سينسي الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. ستحول السيطرة للفريق الآخر، والآن أمام مساحة كبيرة على طرف الملعب. بودن وفرصة هدف، كرة في المرمى لمصلحة مانشستر سيتي، والفارق أصبح هدفين. هنا شاهد الإعادة، شاهد الهدف، المسافة القريبة، من الطبيعي التسجيل، لا يمكن إهدار مثل هذه الكرات. ينجح في استعادة الاستحواذ، والآن مع هالاند ينقذها حارس المرمى، لكن ما زالت خطيرة. هذه المرة سهلة في يد حارس المرمى، لكن ليست في كل مرة تكون بهذه السهولة. الحارس قام بعمل كبير في التصدي للكرة الماضية. هذه هي فرصة هدف، الله على كرة. الكل اعتقد أن اللقطة الماضية هدف، لكن القائم يتصدى. شوف التسديدة والدقة والمهارة، انفراد صريح، لكن التوفيق لم يحالفه في اللعبة الماضية. كوك، كلايفورد، توقع سليم في قطع هذه الكرة. بجرب بيشوت، مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن. حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع، وصلت بعد ذلك إلى هالاند. الأمر محسوم، لا يمكن له أن يقاوم إغراء المرمى. يعود اللعب من جديد مشاهدينا، وهنا واضح بأن مانشستر سيتي يكتسح خصمه. قوة كبيرة حقيقة في الاحتفاظ بالكرة. كرة بيخلصها المنافس. ماركو سينسي. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر. هكذا يكون التدخل في المنطقة. كوك عند فرصة التمرير، والهجوم يتوقف، والكرة تنتقل للفريق الآخر. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. تقدم بالكرة، راح فيها. إذن تنتهي إحداث الشوط الأول مع صافرة النهاية. الإحصائيات تؤكد بأن اللي قدمه في مباراة اليوم، وأن بصمته كانت أيضا واضحة في خط الهجوم.
انطلاقة الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة تعبر عن تفوق واضح لمصلحة مان سيتي. ولام مع هالاند، هالاند تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. كرة بتتخلص وتبعد بمبدأ الأمان. كما نشاهد فإن مانشستر سيتي يسيطر على المباراة بالطول والعرض، يخلق الفرص، يسجل، يتقدم، يسيطر، يفعل ما يريد في هذا اللقاء. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. هل نشاهد هدف بعد هذه التمريرات؟ نجاح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. ماركو سينسي يتعرض لضغط كبير. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون أخطاء. خطأ على مانشستر سيتي. المدير الفني يجري تغييرين. نجح في تدخله لاستعادة الكرة من جديد. انطلاقة ممتازة هنا في المساحة المتاحة على جناح الملعب. الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. كل شيء كان بأفضل طريقة حتى اللمسة الأخيرة، ضاعت الفرصة الخطيرة. دومينيك سولانكي برناردو يفقد الكرة. يستعيد توازنه، ثبات كبير، يحافظ على الكرة بعد تدخل قوي جدا من الخصم. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. يا له من اعتراف. اللعب يستمر والأفضلية. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. بالطبع توجد مخالفة هنا، لكن الأولوية لإتاحة الفرصة. كلايفورد، دومينيك سولانكي، كرة للتسديد الآن. فرصة بتضيع والكرة بتعدي. فيليبس وصلت إلى ألفاريز. مرور رائع بالكرة. غرينتش والفرصة. مستحيل هذا الهدف. بأداء مثالي يتسع الفارق لأربعة أهداف. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك.
المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صفرة النهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر، الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. ماركو سينسي حكم بمشيها ويعطي الأفضلية. ضربة حرة تحتسب هنا بعد إتاحة الفرصة في البداية. إبعاد الكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. تمريرة رائعة خلف الدفاع. وكده بقى يبقى كده خلاص قربنا على نهاية الماتش. ولحد دلوقتي طبعا انا صورت الفيديو دوت في وقت متأخر مش قبل الماتش، قبل الماتش ب5 دقايق يعني. هو حاليا هينزل لكم لسه يعني. احنا الشوط الاول خلص بالنسبة للماتش الحقيقي والنتيجة 3-0، ومتهيألي ممكن نجيب الرابع والخامس، بس الماتش دوت هيخلص على كده على 4-0. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، يكون الصورة يعني تكون واضحة وكويسة، ولو في اي تعليق عليها برضو ارجو ان انتوا تكونوا ترجعوا تكتبوا لنا ايه رأيكم فيها، لو في اي تعليق على الصوت او الصورة. وبالنسبة للفي اف سي هينزل بقى ان شاء الله محتوى عنها الايام الجاية كتير ان شاء الله بالنسبة لاف سي 24. وعملنا هنعمل ان شاء الله محتوى عن الكارير الدوري المصري، وان شاء الله تكون حاجة تكون عاجباك وتعجبك ان شاء الله، ونبقى عند حسن حظ يعني حسن ظنكم بينا ان شاء الله. واتمنى التوفيق للجميع، ولو حد محتاج ان هو يتكلم او يقول في محتوى معين عاوز نقدمه او نعمله. وشكرا ليكم وشكرا لكل حد وصل لحد هنا. السلام عليكم ورحمة الله.